كده هنكسر الدنيا بالكليب ده. باشا المدام صوتها جامد قوي، الكليب ده اول ما ينزل على الفضائيات هيكتسح، يعني هيكتسح. ايه يا سعد ما تبقاش مجامل قوي كده. مجامل؟ بكره تقولي سعد قال. عن اذنكم عشان انا عندي ميعاد مهم قوي. معقوله؟ ده انا حتى النهارده واخد اجازه مخصوص علشانك، وعلى فكره الكليب ده لازم يخلص ميعاده. ما تقلقش يا باشا هيخلص في ميعاده ان شاء الله. عن اذنك، عن اذنك يا قنبله 2008. ما تاخرش عليا يا سعد، هستناك. اخلص الميعاد وارجع على طول. عن اذنكم. اتفضل. في صحتك يا قنبله 2008 و9 و10 و11. خلاص خلاص انا طالع اخد شاور. و13 و14 وده وقت الشاور. عايزني اقول لك؟ لا مش هقول لك. متاخذنيش يا فندم، انا سمعت ان سيادتك اسندت التحقيق في قضيه رأفت رشدي للضابط الجديد شريف النمس. ودي فيها ايه دي؟ اولا يا فندم ده بقاله يومين في الاداره، يعني ما يعرفش حاجه عن شغل المباحث. ما هو لازم يتعلم. ثانيا يا فندم سيادتك ما شفتوش شخصيه. ايه ماله يعني شكله وحش؟ انا مش عارف ده دخل كليه الشرطه ازاي. ماله شكله يعني؟ اتفضل يا فندم، ادي الدوسيه بتاعه مليان تقارير زي الزفت. مفيش إدارة راحة إلا وعمل فيها مصيبة. تمام يا فندم، تم تأمين الميدان والطريق مفتوح لموقف السيد الوزير. حرك يا ابني، يلا بسرعة. ايه اللي بتنيله ده؟ معلش يا فندم الاسعاف فيها حالة حرجة. وموكب الوزير؟ معلش استنى دقيقة، ما فيهاش حاجة الوزير، الدقيقة دي ممكن تنقذ حياة بني ادم. يا فندم شايف عمايلك السودا وصلتنا لايه؟ ايوه واخد بالي، بس اطمن حضرتك الموقف كله تحت السيطره. انا خدت رقم الاسعاف. تحب اطلبها لك؟ الدعار اللي هنا فين؟ الحمد لله يا بيه اللي انتوا جيتوا عشان تخلصونا من المصايب دي. انت الشقه فين؟ انا الشقه ده فيهم يا بيه، العماره كلها مزفلطه. الزفلوطه اللي فيها زيزي بالزفلوط الرابع نمبر 6. 6 يعني نمره 6. طبعا الاسانسير عطلان. ايوه الاسانسير عطلان والشقه في الرابع. مفيش مره الاقي شقه دعاره في الارض. Got it wrong, huh?
سهيل هنا فين؟ قصدك مين؟ ستي نايمة جوه مع البيت. نايمة جوه مع البيت، يعني البندقية بتعد وانت قاعدة هنا. خدوها صور يا ابني، صور. تعال انت بتعمل ايه بقى؟ مستني دورك انت اللي هنا بتعمل ايه؟ صور يا ابني، صور يا ابني، خدوه خدوه من غير ما يتلف في حاجه. انتوا بتعملوا ايه؟ انا هوديكوا في داهيه. انت ما تعرفش ردني مين؟ كل حاجه بتتصور عشان ما حدش يقول ان الشرطه بتفبرك. خدوه. اخرس خالص ولا كلمة. صور يا ابني، صور المنظر فظيع. مين دول يا سمير؟ مين دول؟ مين دول يا صايع؟ زباين، زباين. اخرس اخرس يا وقح يا واطي يا قليل الأدب. انت مش عارف انت بتكلم مين؟ انا الدكتور سمير فانوس ولعان. سمير وفانوس ولعان، وبتعمل ايه هنا بقى يا عم فانوس؟ بتولع لك شمعة؟ اوه مولع لك شمعة. نور على سمير. شمعة مين اللي مستنيه يا ملاحيس؟ لفوق في الملايات. يلا يا اخت. انت ازاي خايفهم يعملوا فينا كده؟ لا انا مش هسكتلك، انا هخرب بيتك، انا هبلغ الوزير، انا هعمل استجواب في مجلس الشعب. هذا اللي انت بلع فيه. يلا يا اخويا، يلا. بلد كلها بقى عندها معارف في مجلس الشعب، تيجي تكلم حد يقولك انت مش عارف انت بتكلم. البلد كلها وصلت. يا تقرف، شمع الشقة. وفي حاجة يا فندم؟ الظاهر ان احنا غلطنا. لا انا مش هسكت، مش هسكت. ما هي مش فوضى، البلد فيها قانون. ايوه فيها قانون. الله. وانا هكلم الوزير. ايوه هكلم الوزير. اهدى اهدى دكتور فانوس. لا انا مش ههدى، مش ههدى الا ما اشوفك انت شخصيا سواق ميكروباص. ايه؟ حاضر. بس بص حضرتك كده. ابص على ايه؟ دي الكاميرا الخفيه. قولوا لها باي باي. ها نزيها ولا ما نزيعش؟ الكاميرا الخفيه؟ ده انت لبستني الملاية، ده انا هخرب بيتك. ذيع يا اخويا ذيع، خلي الناس تنبسط. وده ايه اللي حدفه علينا ده؟ مش قلت لسعادتك يا فندم؟ لا عندك حق، ده ما ينفعش معانا خالص. ايه ده؟ هو ده ابن اللواء محمود النمس؟ ايوه يا فندم، شريف محمود النمس. يا ده ابوه ليه افضال كتير عليا. الولد ده لازم نديله فرصته. الله يرحمك يا نمس. الولد ده لازم نقف جنبه، اتصل بيه خليه يمسك قضيه رأفت رشدي واحنا هنساعده. من اولها كده. حسام تعال لي فورا. لا سمع موبايل ولا جرس باب. صوت التلفزيون عالي قوي يا فندم. ما فيش حل غير ان احنا نكسر الباب.
رد عليا يا شريف، ما رد علينا من فضلك بقى. انت لسه هتقول من فضلك؟ باشا والله اتخضيت، ده انا افتكرت العصابه اللي في الفيلم لفت وجت من هنا. اسمع يا افندي، في جريمه قتل حصلت دلوقتي والمدير صمم يسند لك المهمه. تمام يا فندم، ايه اللي مطلوب مني؟ في قتيل يا افندي، يعني مطلوب منك تجيب القاتل. اطمن سعادتك، ساعتين بالظبط ويكون قدامك مكبل بالاغلال. هو مين ده؟ القاتل يا فندم. في ساعتين؟ قصدي دقايق، المهم العنوان. العنوان، تفضل. فيلا 15 شارع البستان بالدقي. ما تمسك كويس. احتياطي عشان انفلونزا الطيور. تفضل حضرتك، في لمحه بصر اكون هناك. تفضل. ايه ده؟ اداني عنوان القاتل وما يدنيش اسمه ولا صورته. ولو هجيبه. اتمرن واتنرفز، جهز اسلحتك، قفز، اتمرمط واتلغمط، خليك في الهوا متشعبط. يا نمسي بون بنت الجديد وجيبسي بقى هو اللي قول، انت الشديد بتشيل حديد وخدتي قلبي ميدالية جول. انفق عضلاتك مبين حركاتك، خلي الصيع والمجرمين يحلفوا بحياتك، اتحف على الرملة بهاراتك شاملة، بتفوت من السلك الشايك ده وكأنك نملة. يا مرجالة يا معلمة ليك كلمة عارف ملحمة، بين البارود زي القرود بتعدي فيه وتقول هاو، تمشي على الحيط زي النطيط ما تخافش ولا مرة من العاو. عاو اتمرمط واتلمط واتنرفز واتشعبط. يعني شريف لسه ما جاش؟ قال لي ثواني ويكون عندك القاتل، ودينا كلنا وصلنا مكان الجريمه قبله. خدت الشر وراحت، كويس انها جت في كوبايه. اكيد القاتل، انا اعرفهم من على بعد اميال.
شكل امه كله اجرام. الحمد لله انه ما لحقش يهرب. متسهله متسهله يعني. ارفع ايدك لفوق يا قاتل يا ابن البلغه. انت مين؟ انا دعوه امك عليك لما كان باب السما موارب. ايدك 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 يا حبيبي ايدك. استناني استناني. قاتل ولابس حزام. قاتل ولابس حزام وسوسه بنطلون تقيله وكمان كلسون. معلش وقعت في بيت اللي ما بيتفهمش. عارف يعني ايه؟ قدامي قدامي بتاعك داهيه وانت شبه البطريق. ايه ده؟ انت في حد معاك بره؟ كام؟ انت بتخمس في وشي؟ حركه منك هفجر الخزنه دي كلها في ودانك وفي الحته المدلدله دي بالذات. ايدك يا مجرم يا ابن الجزمة. انا العميد حامد البدري يا خبي. تمام يا فندم، تم القبض على القاتل وهو دلوقتي مكلبش. مين ده؟ انت مين؟ انت دمرت الفيلا. ده الرائد شريف النمس اللي هيجيب قاتل جوزك. وجبته يا فندم اطمن. انا عارفك، احنا اتقابلنا قبل كده. لا لا، انا متاكد كان في الجيزة تقريبا. انا اسف، التانية كانت انثى الهدهد. معلش. اتفضل يا فندم. اتفضل يا فندم. صدقتني ابطلك على البلغه في ثانيه. مين ده؟ ده الرائد شريف يا فندم. مين ده؟ ده سياده اللواء مدير الاداره يا فندي. ساتر يا رب يا ساتر يا رب. طبعا شكلك لواء وريحتك كمان لواء. لا يمكن تدي مجرم. انا اللي بلغه، انا اللي بلغه، سامحني. انا اسف يا فندم، اسف يا فندم. حط الكلام شاوم. ايوه طبعا طبعا حاضر. انا اسف يا فندم، انا مش عارف. يا نهار اسود يا نهار اسود. في ايه تاني؟ جيب البنطلون مخروم، وقع منه مفتاح الكلبش. مخروم مخروم. بس هتصرف هتصرف. لحظه واحده. سامحني اهلي، سامحني سامحني. بالخطوه السريعه. جيبه مخروم. ده شريف النمس. مفيش حد هنا من اهل البيت؟ ايه ده؟ ده مات من القنبله بتاعتي؟ لا ده القتيل. طب الاقيش عندكم هنا ايه؟ ما الاقيش عندكم. عايز ايه؟ انتوا بتفتحوا الكلبشات بايه؟ كلبشات؟ كلبشات ايه؟ وانت هترغي معايا؟ خلاص يا فندم، فرجت فرجت. ايه ده؟ انت هتفكوا الشاكوش؟ ما تقلقش حضرتك، انا فكيته قبل كده بلبسه قلم. بس اديني ايدك لو سمحت. لا اليمين اليمين. ايوه. كفي راح كفي راح. لا ما راحش ما راحش، ان شاء الله مش هيروح. بتعمل ايه يا بني ادم انت؟ طب ايدك معايا، ايدك. انا هتصرف، ثانيه واحده. يا من انت كريم يا رب، يا من انت كريم يا رب. ايدك معايا يا عم حامد. ايه ده؟ انت هتقطع ايدي؟ ما عشان لا تشعر بالالم هنخلي المسمار والكلبش والمكتب في ايدك. يلا يا عم حامد. لا اشتغل انت هنا. ألف سلامة. تطلع من هنا على أي نجار مسلح أو مستوصف هتتحل هتتحل إن شاء الله. ونبي حامد بيه ابقى طمني على الباشا. الأعمار بيد الله. تعال تعال. مؤلمة صح؟ تعال. قتيل. ها؟ ايوه يا فندم.
انت مات؟ اللي تشوفه سعادتك يا فندم. ما قالش مين اللي قتله؟ هيقول ازاي يا فندم؟ واضح انه مات مقتول. مين كان موجود لما اتقتل؟ ما كانش في حد غيري. بتشتغلي هنا يا شاطرة؟ دي مدام نور زوجة القتيل يا فندم. نور؟ دي نور؟ امال الضلمة يبقى شكلها ايه؟ كنت فين ساعة وقوع الجريمة؟ كنت في الحمام باخد شاور. لحظة لحظة، في الحمام بتاخد شاور. ميه سخنه ولا ساعة؟ ساعة ايه وسخنة ايه؟ ممكن افهم اللي انت عملته في الفيلا دي هيتصلح ازاي؟ انت نسفتها. هو ده اللي همك؟ مش همك تعرفي جوزك ده اتقتل ازاي؟ لحظة، ايوه حامد بيه، طمني على ست اللواء، المسمار اللي في ايده طلع سليم ولا لا؟ لسه ما طلعش. طب بص، لو الدكتور ما عرفش يطلع المسمار يا ريت انت تتنيب اي بنسه من عندك كده ولا حاجه، لربما ست اللواء يحب يمضي ورقه ولا حاجه. مالكش دعوه وخليك في شغلك يا اغبى غبي شفته في حياتي. العفو يا فندم، العفو، بيشكرني. تحت امرك يا فندم. خلي بالك يا فندي، القضيه سهله، القتيل عنده 60 سنه. اوه اهو النق ده اللي جاب اجله، والزوجة عندها حاجة وعشرين. اي فندم، ملاحظ فعلا حاجة وعشرين، يعني الزوج 60 والزوجة حاجة وعشرين، يتبقى لنا بتاع وده معناته ايه اصلا؟ ده معناه يا فندي ان المثلث ناقصه ضلع العشيق، ابحث عن العشيق تجد القاتل، فهمت؟ ايوه فندم فهمت، متشكر يا فندم. سمعتي؟ في قتيل وفي عشيقة، يبقى فاضل عشيق، يعني موز. فين الموز؟ موز؟ موز ايه؟ الكلام الفارغ اللي انت بتقوله ده. امال ايه بقى اللي مليان؟ بقولك ايه، لف ودوران مش هينفع معايا، اي حركات كده ولا كده ما يخلش عليا. فين الموز؟ فين العشيق؟ وقبل ما اعرف فين العشيق لازم اعرف سبب العشق. عشيق ايه وهباب ايه؟ انت خريف دي؟ خريف؟ خلاص خلاص يا حسام، مش مدركة مش مدركة. ممكن لو سمحت اطلع اخد شاور؟ شاور تاني؟ حقك، اتفضلي. المتهم نضيف حتى تثبت وسخته. العشيق الضلع التالت، لازم اجيبه يا حسام، وبكده ابقى قفلت المثلث وظبطت القضية وأثبتت كفاءتي كمباحث في المباحث. يا نهار اسود، النظام جاي على هنا. استر يا رب. اسمك ايه؟ بسوق يا باشا. بتعمل ايه هنا؟ انا بواب الفيلا دي يا باشا. بواب ايه ده ايه ده؟ تعال كده، تعال شوف، اعمل كده. شنبك اكبر من شنب يا دسوقي. ليه انت عندك كام سنه؟ 30 يا باشا. برضه ما يبقاش كبير كده، كنتش طالع هنا غلط؟ يمكن. لا مكانه مش صح. مش مشكله، بس الاوضه دي احلى من الفيلا، تصور هواها كده يرد الروح، هويه يعني. فعلا النفس فيها بيريح. بيريح. عندك حاجه ريحت؟ انا مريح من اول ما جيت الفيلا دي يا باشا. لا لطيفة، ده من ذوقك يا باشا. اتفضل يا باشا، اتفضل اتفضل اتفضل. شكرا. ايه الدخان ده؟ انت بتشرب فحم؟ لا ده عشان ناموس يطلع من الاوضه يا باشا. ناموس فعلا، ما فيهاش ولا ناموس. اتفضل يا باشا. افرد يا باشا، افرد افرد افرد. مش عارف افرد. شكلي هينام ولا ايه؟ افرد يا باشا. انت منين يا تسوي؟ من سوهاج يا باشا. سوهاج، سوهاج احسن ناس والله. الله يكرمك. ناس كمل والله.
تعرف حد هناك؟ ايوه اهلي وناس يا باشا. اهلك كمان من سوهاج؟ يبقى اكيد ليك قرايب هناك. ايوه طبعا يا باشا. تصور احنا كده طلعنا قرايب، انا كمان من دمنهور. لا يبقى كده اعمل لك شاي يا باشا احسن بقى. انا بتقول ايه؟ شاي، شويه شاي. لا لا لا، شاي ايه؟ الشاي ده خليه بعد العشاء. عشاء؟ عندك اكل ايه هنا يا واطي؟ ايه ده؟ يا ساتر، انبوبه البوتاجاز انفجرت هنا ولا ايه؟ يا مدام نور، يا ساعة الباشا، اخوانا يخرب بيتك هيودينا في داهيه. يا اخوانا تعالى اطلع. ايه اللي حصل في الفيلا ده؟ حد شافك وانت داخل؟ لا ليه؟ الظابط اللي تحت ما شافكش؟ ظابط؟ طب سلام عليكم. يا سيدي تعالى. إيه؟ ادخل ادخل. المنطقة هنا هواها حلو قوي. قلت لي بقى انت منين؟ من ليبيا صح؟ ايوه يا باشا. العشيق العشيق طلع التالت. ايه ده؟ ده الظابط وصل، ده لو شافك هيشك فينا. جاباني اوضه النوم ومش عايزاه يشك فينا. طيب ايه؟ تعالى. اجي فين؟ ادخل الحمام. الحمام؟ اه الحمام. ادخل. نط من الشباك هيطلعك على الشارع على طول. نط من الشباك؟ انت مجنونه. طب هعمل فيك ايه دلوقتي؟ انت تنزل في البانيو وما تطلعش خالص. يلا اجري. مدام نور؟ ايوه مين؟ انا رائد شريف. لحظه واحده هكون معاك حالا. انت كنت بتكلمي حد؟ انا؟ لا خالص ما بكلمش حد. ازاي؟ ايه ده؟ انت ازاي تدخل عليا وانا بالشكل ده؟ مضطر. انا تهيألي كده ان كان في صوت. حسيت كده انك بتكلمي حد. هكون بكلم مين هنا يعني؟ مش عارف بس اكيد في حاجه مش مظبوط. ايه ده؟ ايه الحجم ده؟ ايه ده؟ ايه؟ اللي ايه؟ ايه الرجلين دي؟ دي رجلي. بالها دي رجلك؟ رجلي طبعا. ده انا رجلي احلى بكتير. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ يا ساتر يا رب، يا ساتر يا رب. ايه مالها؟ ايه اللي مش عاجبك فيها؟ انت نسيتي تقلعي الشراب ولا ايه؟ لا 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 هي كده. هي كده؟ طب وانت ليه يعني ما بتعمليش زي الستات؟ يعني هما الستات بيعملوا ايه؟ مش عرفني بيعملوا ايه؟ بس يعني اكيد اكيد بيعملوا كده. الله، ايه اللي انت عملته ده؟ انت قوي تقول لي حد يحط صابون في عيني؟ ايه ده؟ انت واكله ايه النهارده؟ واكله شوربه خضار. لا شوربه الخضار ما تعملش كل ده. انت اكيد واكله جنبها طبقين كرومب كده. لا غريبه، غريبه جدا. لا بقى، لا ما بقى الظابط ما بحس ان ما كنت ضاربه فدان كرومب. ممكن بقى تخرج عشان اغير هدومي؟ حاضر. افتح الشبابيك ديت، هول بيت تاكلوا انتوا ويطلع علينا احنا. فندم هنا ده مدفون في الجنينة. اتفضل. ايوه حامد بيه، لقينا مسدس مدفون في الجنينة بتاعت الفيلا في انتظار ساعتك يا باشا.
ممكن تخرج عشان اغير هدومي؟ ايه ده؟ انت تخنتي كده ليه؟ لا انا ما تخنتش ولا حاجه. لا انت تخنتي، انا شايفك تخيني، انا لا يمكن اكدب نظري. سوري. ممكن تخرج برا؟ لا. ليه؟ مش قبل ما اخلص تفتيش. تفتش على ايه؟ على الدليل، طرف الخيط. انا لو مسكت طرف الخيط القضيه كلها هتتكرر في ايدي. اظن ان دي اوضه النوم بتاعتكم. ها؟ والله متهيألي كده. الله 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 الله، منشطات، مقويات، مصحصحات. واضح ان الباشا كان تعبان قوي. هو كان عنده ايه؟ ما كانش عنده حاجه، دي مقويات. ما انا عارف، اكيد كان بيتشقى قوي. بيتشقى ده كان بعد ما ياخد كل الادويه اللي انت شايفها دي. يبقى يه 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 يه. يعني ايه؟ يعني يا دوبك يقدر يهزر. ياخد كل ده علشان يهزر بس؟ ثراء فاحش. لو سمحت. نعم. انتوا عندكم هنا اطفال؟ اطفال؟ لا ليه؟ امال ده بتاع مين ده؟ ده اكيد طفل، وطفل رضيع كمان. ده بتاعي انا. بتاعك انتي؟ ازاي؟ لو سمحت الدرفه دي ما فيهاش غير ملابسي الداخليه. وانا من الداخليه، يعني تخصصي. لو سمحت. انا مش فاهمه اللي انت بتعمله ده هيفيد ايه في التحقيق. امسك بس طرف الخيط وهتشوفي هعمل ايه في القضيه. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ اظن ان ده تمثال. تمثال؟ تمثال ايه ده؟ واظن انه قديم ومهم. اظن انه اثار. يا خبر ابيض، اثار؟ بقول لك ايه؟ لف ودوران مش ايه اللي انت عملته ده؟ انا اسف، واضح اني انفعلت. مش عارف ليه حصل كده. ده شكله من الذهب الخالص. الله. ايه؟ الله. ايه مالك؟ الله، هي مش كانت في البانيو؟ معقوله بالسرعه دي؟ عادي يعني، في حاجات دلوقتي سريعه وحديثه جدا. فعلا العلم قشطه. لو كان المرحوم شافها كده كان يهجم. ايه يعني؟ ايه يقعد جنبها يعيط؟ طب لو سمحت بقى عايزه اغير هدومي. طب بالنسبة يعني للتمثال اللي اتكسر هعمل فيه ايه؟ أنا عندي لزق كويس هديهولك. اتفضل. تمام يا فندم، لقيناه مدفون في الجنينة بتاعت الفيلا يا فندم. وفين نمسة بن؟ جوه يا فندم، ما خرجش من ساعة سعادتك ما مشيت. لسه ما خرجش. مز على حق، زي ما قال الكتاب. ممكن تقولي لي واحدة بجمالك تتجوز ليه واحد أكبر منها في السن؟ اوعى تقولي لي حب. لا، اتجوزته عشان يحقق لي حلمي ويحسسني بكياني. اللي هو ايه؟ يعمل لي الألبوم اللي بحلم بيه، يصرف عليا صح، يقدمني للناس صح. اللي بيبتدي كبير بيفضل كبير. يعني جواز مصلحة. هو بقى اتجوزك ليه؟ يعني عشان يبقى عنده زوجة حلوة وصغيرة يدخل بيها الحفلات، زي العربية الفخمة والفيلا الشيك. تقدر تقول كده كمالة من ضمن الكماليات. لا بصراحة انت كل الكماليات. بربريس قوي، مخدعين في الخلف، وعشر سنين مرفوعة على الأقل. عشر سنين؟ أنا نظرتي في الستات لا يمكن تخيب أبدا. أنا من إيه ده؟ ايه مالك؟ مالك؟ يا نهار ابيض، البنطلون لزق، انا قعدت على اللزق. ازاي؟ انا عارف بقى، ايدك معايا لو سمحت. هيتفتق، هيتفتق. طب ما يتفتق. يتفتق ازاي؟ يتفتق اعمل ايه طب دلوقتي؟ طب معلش انا اسف. ايه اللي هتعمله؟ انا مضطر للاسف، معلش. اسلت نفسي من البنطلون. تسلت نفسك ازاي يعني؟ معلش ما فيهاش حاجه، الناس لبعضيها يعني. ايه اللي انت بتعمله ده؟ الله، معلش انا مزنوق.
لو سمحت. ايه؟ يا ريت تساعديني. اساعدك في ايه؟ يا نهار ابيض، بعد اذنك، بعد اذنك ايدك معايا. طيب ايدي في ايه؟ فين؟ يعني حاولي حاولي. معلش شد البنطلون، ما فيهاش حاجه يعني. لا ما فيهاش حاجه طبعا. انا متشكر قوي. العفو. بسم الله ما شاء الله. ايه ده؟ طالعين تصيفوا؟ وايه ده يا فندم؟ بتاخد منشطات؟ دي مش بتاعتي يا فندم، دي بتاعت القتيل. وانت ايه اللي دخلك هنا اوضه النوم يا فندي؟ انا كنت بدور على طرف الخيط على الدليل، والحمد لله اديني لقيته. اتفضل. هو ده القاتل؟ ده تمثال اثار، ده بداية منحنيات ومنعطفات في القضية. أنا الكلام خالص. المسدس ده بتاعك يا هانم؟ قصدي ده؟ أيوة ده بتاعي. لقيتوه فين؟ ده كان ضايع مني من شهر تقريبا. لقيناه مدفون في الجنينة، وأكيد عليه بصماتك. أكيد طبعا، مش مسدس بتاعي. أنت مقبوض عليك يا هانم بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد. إيه؟ لا ما حصلش اللي انت بتقوله ده، ما حصلش، مش حقيقي، ما حصلش ما حصلش. الانكار مش هيفيدك، اتفضلي اقلعي فورا. اقلع؟ اقلع ليه؟ امال هنقبض عليكي وانت كده؟ لازم نقبض عليكي ملبسه. اتفضلي. تقبض عليا ليه؟ اتفضلي غيري هدومك. اتفضلي يا فندم، اتفضلي ارتاح لغايه لما تغير هدومك. صدقوني انا بريئه، مش انا اللي قتلته، والله العظيم مش انا اللي قتلته. كله هيبان في التحقيق. والله ما قتلته يا ناس، والله ما قتلته. كله هيبان. يبقى سين زائد صاد ساوي قتيل، ويبقى قتيل زائد دال أدلة يوصل لنا قاتل. صباح الخير يا فندم. مركز. ايه يا فندم، وصلت لحاجة جديدة؟ لعلمك القضية بسيطة جدا أكتر مما تتخيل. مع بعض النظريات البسيطة الغير معقدة قدرت أتوصل لنتيجة هامة جدا. هو إنه طالما في قتيل يبقى أكيد في قاتل. ما شاء الله عليك. بسم الله ما شاء الله. ولا تتعب نفسك يا باشا. القضية خلاص قفلت. إيه ده؟ قفلت بدري كده؟ ده الدافع اللي خلى نور تقتل رأفت. ده إيه ده؟ وثيقة تأمين على حياة القتيل بعشرة مليون جنيه، وهي طبعاً الوحيدة المستفيدة منها، ده غير نصيبها في الترك. يعني فعلاً نور ليها علاقة بالجريمة. خسارة. نعم يا فندم. لا، طالما القضية قفلت إيدك معايا بقى نقفل الفيلا. فيلا؟ الدور التاني لو سمحت. شكرا. سطح. اتفضل يا فندم. شكرا. القرامين بقى عشان الديكور يكمل بتاع الفيلا. عندك حق. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ العشيق الضلع الثالث اللي ارتكب الجريمه. الواد سعد الملحن فينه دلوقتي؟ حاطينه تحت المراقبه وهو دلوقتي بيلعب بولينج. بولينج؟ البطيخه اللي بيحدفوها ديت. واضح ان الفنان اعصابه تعبانه اليومين دول. مين حضرتك؟ الرائد شريف النمسي، مباحث. اهلا وسهلا يا باشا، خير؟ ما كنتش اتخيل ابدا انك قاعد بتلعب بولينج. امراه فتروش دي لسه بقتول امبارح. عادي يعني يا باشا، هو كان من بقيه عيلتي، ايه المشكله يعني؟ صحيح، ايه المشكله؟ انت كنت فين ساعه ما اتقتل؟ انا كنت في الشغل. الساعة كام بالظبط؟ من الساعة 12 للساعة 1 بالظبط. عرفت منين انه اتقتل في الوقت ده بالتحديد يا عم الاور؟
ما هو مدام نور كلمتني وقالت لي على الحادثة. كلمتك ازاي؟ على الموبايل؟ اه كلمتني على الموبايل. ممكن اشوفه؟ اتفضل. يسترداي. ما اتصلتش خالص في الميعاد ده. لا هي اتصلت بس انا مسحت النمرة. هو انت متجوز؟ لا. هو انا مسحت النمرة ليه؟ ها؟ ايه علاقتك بنور؟ عشيق؟ قول اه ما فيهاش حاجة. يا باشا. ايه حضرتك فاهم غلط. الشغل بتاعنا ده لازم الواحد فيه يبقى مجامل، يعني يقول كلمة حلوة، نظرة اعجاب عشان نمشي نفسنا يعني. طبعا عندك حق. تلعبوها ازاي دي؟ انزل. الرجل دي كانت فين الساعة 3:30 بعد نص الليل؟ الرجل دي؟ ايوه كانت مع دي طبعا. كانت في البانيو. ايه ده؟ ما شاء الله. لا ده حضرتك مكشوف عنك الحجاب. شفت؟ فعلا انا اول ما بخلص الشغل بنزل في البانيو على طول. مع مدام نور؟ مدام نور ايه يا باشا؟ بنزل في البانيو بتاعك. يا سلام. عايز تفهمني انك بتهيص في البانيو بتاعك؟ الصوت يطلع لها في البانيو بتاعها؟ بتبعت لها بلوتوث؟ اهيص في البانيو بتاعي؟ حضرتك تقصد ايه بالظبط؟ الكروم. ده كان صواريخ. ده انت كنت عامل دوامات في الميه. انتوا سممتوا الجو. بطنك فضحتك يا استاذ. خلاص كده الخيوط بدات تتشابك والقضيه بتتقلوص في ايدي. بس لما يا باشا في ايه؟ في يا باشا ايه؟ اتقلوصت بزياده ولا ايه؟ اسمع يا سعد، انا لما امسك قضيه مهما كانت صعوبتها لازم اجيب فيها جون. والله لو سمحت الدكتور محمد السيسي. موجود ساعتك. اتفضل يا باشا. اتفضل ساعتك يا باشا. الرائد شريف النمس مباحث. اهلا وسهلا. اتفضل حضرتك. شكرا. والله انا كنت جاي بخصوص تقرير رأفت رشدي. اخباره ايه؟ هي الوفاه حدثت نتيجه الاصابه بطلقه واحده ومن بندقيه قنص ومسافه لا تقل عن 40 متر. 40 متر؟ بندقية قنص؟ يعني مش من مسدس 9 ملي؟ لا مش من مسدس، من بندقية قنص، ومش أي حد يقدر يستعملها إلا إذا كان شخص محترف. أيوه كده، ده صح. أنا قلت برضه مش معقولة واحدة بالرقة ديت تقتل. ياه، هي رقيقة للدرجة دي؟ هي رقيقة بس. يا عسل. عسل. تسعة وتلاتين أربعين تقريباً. ده المكان اللي طلعت منه الطلقة. السلم يا حسام. ده السلم اللي أنا نزلت من عليه يوم الجريمة. أيوة أنا لقيته. أكيد المجرم استخدم السلم ده. إيه الشنطة دي؟ إزاي ما شفتهاش قبل كده؟ دي شنطة شلو. ياه ما هي بتتشلوا اهي. بقول لك ايه؟ نعم. دي تشيل بندقية خمسة بالراحة؟ طبعا. كده يبقى سعد الملحن واقع. سوري انا اسف. بقول لك يا حسام. نعم. عايزك ترفع لي كل البصمات اللي موجودة على الشنطة ديت وتشوف اذا كانت بصمات سعد الملحن ولا لا. مدام نور تقدري تروحي بجد؟ يعني خلاص لقيته القاتل؟ هنجيبه، يعني هيروح منا فين؟ اتفضلي. انت بتستهبل يا فندي؟ ازاي تتصرف من دماغك وتفرج عن نور؟ يا فندم انا افرجت عنها لان مفيش اي دليل ضدها. القتيل مات ببندقية قنص مش بالمسدس. وشهادة البواب اللي شافها وهي بتقتله. شهادة البواب تمت تحت ضغط وترهيب. أنا سألت وعرفت كل حاجة. إحنا نبني وأنت تهدم. أعوذ بالله، ده أنا عايز الحقيقة.
انا بدور على ادله بجد. واضح انك معجب بيها قوي. ما كنتش اعرف انك بتاع نسوان لدرجه ممكن تضيع مستقبلك. نسوان ايه بس يا فندم؟ اسمع يا فندي، احنا جبنا الولد الملحن اللي اسمه سعد. الولد ده مفتاح القضيه ودي فرصتك الاخيره. حاضر. اوعى تفتكر ان القاتل هيجي من نفسه يقول لك انا قتلت بالدلع والطبطبه. لازم الشده، الحزم، الترهيب، التخويف، الرعب، وان لزم الامر مفيش مانع من التلطيش. فاهم؟ فاهم فاهم. اللي قول يا حسام. ايوه فندم. بالنسبه لحاله الرعب والشده والتخويف اللي قال عليهم حامد بيه، سكتها ايه معاكم؟ لا دي ليها سكك كتير قوي. حب استطلاع، ممكن اخد فكره؟ ممكن. اتفضل. دخل المتهم. تمام يا فندم. متهم سعادتك يا باشا. تعال يا حبيبي. قرب قرب هنا. تعترف بالذوق ولا استخدم معاك طريقتي؟ والله ما حصل، والله ما عملت حاجة يا سعادة الباشا. يعني مصر تنكر، مصر تنكر، مصر تنكر. مد ايدك يا ابني، مد ايدك. طب بلاش بسن المسطرة يا أستاذ. مسطرة؟ أنت داخل مدرسة، مسطرتي إيه؟ هو أنت أعمى؟ ده سيف. مد إيدك حبيبي، مد إيدك، مد إيدك. لا على ظهرها يا حبيبي عشان بتوجع أكتر. الكف ده عايزه في حاجة؟ لا لا، الفردة دي عايزها في حاجة؟ بالنسبة لي يا باشا أنا ناقص لي فردة. أيوة يا باشا. مش هديها لك يا أخي. براحتك يا باشا. براحتي. أيوة براحتك. براحتي أنا حر. براحتك. أنت عياض وإيه اللي هطلعك حتت؟ خلاص يا باشا، خلاص. عارف يا باشا؟ أيوة. والله العظيم ما عملت حاجة يا باشا. إيه يا باشا؟ نرفزتني، نرفزتني يا شيخ. إيه يا باشا؟ قسماً عظماً. أيوة. إما اعترفت هقتلك. وفي ثانية واحدة. والثانية خلصت. ما اعترفتش ليه؟ ما اعترفتش ليه؟ انت حمار؟ اوعى. عنيد عنيد، دماغه ناشفة، الناس بتنتحر. اتفضل شيله. مع اني حاولت معاه، حاولت معاه. فعلا عندي والد الكفر. استنى لما اجيب لك الكف بتاعه. يلا وارمي دي كمان. الظاهر حد لطش الجاكيت. اسمع عسكري، لو حد سألك إيه اللي حصل قول له إن أثناء التحقيق عدي إيده قطعها واستلف مني المسدس وطخ نفسه بالنار ورمى نفسه من الشباك ومات. ودي مش أول مرة يعملها. ده يعني إذا حد سألك. تمام يا فندم. يا باي، كل يوم الواحد في الموال ده. فكرني بنفسك، انت اسمك ايه؟ انا سعد، سعد عبد الرحيم يا باشا. صح. انت هنا من امتى يا سعد؟ انا هنا من ساعه الكف اللي اتقطع ده يا باشا. هو الله يرحمه يعني كان عمل ايه؟ عمل ايه؟ هقول لك ايه بس. المجرم فاكر انه هيفلت بعملته. تخيل ركب الاتوبيس وزوغ بكمساري. هو كل اللي حصل ده عشان ما قطعش تذكره في الاتوبيس وفاكر انها هتعدي بسهوله. ليه ليه
مفيش حكومه في البلد. لا طبعا يا باشا عندك حق، عندك حق، هو يستاهل اللي حصل له طبعا. انما يعني يا باشا هو اي حد ما بيقطعش تذكره بتقطعوا له ايديه؟ اللي ما يقطعش احنا نقطع له، ده قانون المرور الجديد. انت بقى العشيق، انت اللي قتلت رأفت رشدي؟ قتلت؟ لا يا باشا والله ما انا، والله ما انا. يا سعد يا سعد، ليه بس سعد؟ سعد ارجوك ما تحاولش تعصبني، ما تحاولش تعكر دمي. والله يا باشا في سعد، سعد انا وقدر ظروفك. البنت حلوه وشقيه ولونه، وانت عارف ان القتيل يه يه يه. يعني ايه يا باشا يه يه يه؟ يعني يجي يقف يقع. انت شاب وما عندكش ولا يه، واكيد عندك يو، واكيد كمان في وسواس وسوس لك في ودانك، واكيد سلمت الوساويسه. حلوه سلمت الوساويسه ديت صح؟ حلوه يا باشا اللي تشوفه حلوه. والله تنفع مطلع اغنيه، سلمت الوساويسه وزنقت في اتوبيسه. حلوه حلوه يا باشا اتوبيسه، حلوه قوي والله. ابو خدوها في لحن من اغانيكوا. يا سلام. سعد باشا، انا عايز اساعدك يا سعد. لعلمك انت دخلت قلبي، انت بني ادم طيب، انا ممكن اضمن لك ابسط حكم في القضيه، بس انت خليك معايا في السكه السالكه. قول لي يا سعد، قتلته ازاي؟ ها؟ قتلتوش؟ مش سامع. والله العظيم ما قتلته يا باشا. ما قتلتوش. عنيد. لا يا باشا، مش مساله عنده والله، عندي ايه؟ انا اقتله ليه يا باشا؟ اقتله ليه؟ وبعدين انا راجل ملحن وعندي فلوس وعندي معجبات كتير. وبعدين يا باشا لو انا بحبها وهي بتحبني كنا خلعناه مش قتلناه. اه حلوه حلوه يا ولا، ايه ده ايه ده، ثبتني، صدقتك واقتنعت. هايل هايل والله. لا اله الا الله. لا والنبي يا باشا بلاش دي، والنبي يا باشا بلاش، والنبي ما تعكر دمك يا باشا. انا عارف من الاول انك مش هتيجي معايا بالسهل، عارف ده ايه. لا يا باشا بصراحة أول مرة أشوفه. أول وآخر مرة. ده بقى يا حبيبي بتاع الآلام المبرحة في الأماكن المرحرحة، يعني لو ما اعترفتش خد بالك هدخل ده هنا كده، خد بالك، والتاني ده الناحية التانية كده، أخليهم يقفشوا كده خد بالك، ولو ما نطقتش بالسوق هتلاقيني بعمل كده. آه! أنا اللي قتلته، أنا اللي قتلته، قتلته. برضه ما اعترفش. الولد ده مش سهل. هو برضه اللي مش سهل. إيه ده؟ قصدك إيه؟ لا قصدي يعني إن القضية كلها مش سهلة. أيوة فعلا، أنت على حق. ربنا يصبرنا. حلوة عربيتك يا حسين. متشكر قوي، اتفضل. ربنا يزيدك. طب انت هتعمل ايه دلوقتي؟ ابدا، انا بس مستغرب انها نقلت محل اقامتها، وكويس انها رايح لها وانا سخن كده اعرف رسم رجليها في القضيه ديت. اقف عند باب الفندق. حاضر. حسين ممكن تستناني؟ يمكن احتاج لك. اتفضل، مفيش مشكله. حسين انت قلت هقول لي، ما قلتش انا كمان ما شفتكش طول الارض، مش عارف سمعت. مش مشكله مش معقولة حضرتك لسه ما قلعتيش الأسود؟ المرحوم فات عليه فترة، وبعدين الحزن في القلب مش باللبس خالص. موضوع ملوش أي علاقة بالحزن، ده مايوه، يعني عادي يقدر يكون أسود أبيض، عادي يعني. آه مايوه،
طب مش المفروض قبل ما تسيب الفيلا تديني خبر؟ ما قدرتش اقعد في الفيلا بعد اللي حصل. ايه ده؟ ايه الدخان ده؟ لا اصل البنطلون كان عند المكواجي، الظهر قرص عليه شويه يعني. طب اتفضل اقعد، واقف ليه؟ شكرا. الفندق ده بتاع جوز حضرتك مش كده؟ عرفت ازاي؟ ما انا قلت بقى انت قاعده فيه براحتك فاكيد بتاع جوزك. براحتي ايه يعني؟ ما نغطي شويه. ايه ده انت هتخنقني كده؟ خلاص مفيش ده مفيش ده. ده تليفونك مش كده؟ تليفوني. وسمحتي لي العب فيه؟ شكرا. انت اتصلتي بسعد الملحن بعد الحادثه مباشره صح؟ لا مش فاكره. انت مش فاكره؟ التليفون ممكن يفتكر. افتكر يا تليفون، ركز يا محمول، يلا يا تليفون. لو سمحتي بلاش لف ودوران وارجوك تساعديني، ده لمصلحتك كل مصلحتي. انا مستقبلي بيضيع. خدي. لا 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 يا شريف بيه، انا ما يخلصنيش ان مستقبلك يضيع. شوف حضرتك عايز مني ايه بالظبط وانا تحت امرك. انا من ايدك دي لايدك دي. ممكن ايدك دي بقى. لا لا شكرا قوي قوي شكرا. ألف حمد لله على سلامة إيد سعادتك. أنت بتعمل إيه هنا؟ الحقيقة أنا كنت بدور على طرف خيط للقضية. وتدور على طرف الخيط في حمام السباحة يا أفندي؟ حضرتك عارف برضو طرف الخيط عشان يعني يتلضم محتاج بلة. طيب ما تنساش تعدي عليا قبل ما تروح. حضرتك فضل يا أستاذ. ما طلعش عصار فلسو مش كده؟ ايه الدخان اللي طلع من البنطلون ده؟ مش عارف ظهر حد رمى سجارة والعة ولا حاجة. انا نفسي اعرف انت بتدور على ايه في تليفون رأفت. عادي يبقى قالب فيه عادي. هو انت اتجوزتي من كام سنه يا مدام؟ انا على فكره انسه مش مدام. ايه هو الموضوع يضحك قوي كده؟ لا لا. امال في ايه؟ لا عادي عادي مفيش حاجه. انا اعرف واحده انسه عندها 3 عيال وكانت انسه لطيفه جدا والله. دي صوره رأفت جوزك؟ ايوه هو. صورتها له امتى وفين؟ يوم الحادثه في مكتبه في الفيلا. انت متاكده؟ طبعا انا اللي صورتها له. بعدين هو عندك الوقت بالدقيقه. في كونكشن ما بين التليفون والكمبيوتر؟ في. ليه؟ ايه ده؟ مش ده التمثال اللي انا لقيته في الدولاب؟ متهيألي كده. ايه اللي وداه الخزنه؟ لا مش عارفه. ولا يكونش اصلا كان في الخزنه ورفض جوزك وداه الدولاب؟ لا رأفت ما طلعش الاوضه بعد ما خدت الصوره دي. معنى كلامك ايه؟ ان في تمثالين، واحد في الخزنه واحد تاني في الدولاب؟ مش عارفه. تعرفيش رأفت خرج من الفيلا بعد الصوره ديت؟ لا. حد دخل الفيلا غير سعد الملحن؟ لا. ليه؟ ليه؟ ليه ازاي؟ مشكلة كبيرة. ايه في ايه؟ سوري. تمثالين، واحد في الدولاب والتاني في الخزن. في علاقة قوية ما بين اختفاء التمثال التاني اللي في الخزنة وقتل جوزك يا مدام. قلت لك أنسة. أنسة ولا تزعلي نفسك. لو ما بقتيش صريحة معايا أنا ليا أساليبي. انا ممكن اخليك تدخلي من كل حته. صدقني والله ما اعرف اي حاجه عن اللي انت بتتكلم عليه. لكن سعد حبيب القلب يعرف. ارجوك ما اسمحلكش. انا ما فيش اي حاجه بيني وبين سعد.
بجد؟ والله بجد. مين؟ القاتل؟ لا، طرف الخيط. خلاص بقى نسيب احنا القاتل ونقعد ندور على التمثال. يا فندم التمثال ده اهم طرف خيط مسكته في القضية. مش عايز اسمع طرف زفت دي تاني. في خيط يا مفيش؟ في يا فندم في الاثار. أنا حاسس إن في علاقة قوية بين التمثال والجريمة. قصدك في علاقة بين حضرة الضابط ومرات القتيل. أنا كان ممكن أضيع مستقبلك يا أفندي بعد اللي شفته في حمام السباحة. رد. هرد أقول إيه بعد اللي حضرتك قلته؟ أيوة فندم فوق كده. يلا يلا. عملت ايه مع سعد؟ مش عايز اعترف يا فندم، رغم اني لسعت ولسع عذاب بعيد عنك. واضح انك ما انتش قد الشغلانه دي. اكتب طلب نقلك من الاداره وانا هوافق فورا. لا لا، عشان خاطر يا فندم اديني فرصه، فرصه واحده بس. دي اخر فرصه. لو ما جبتش القاتل هدفعك تمن اللي انت عملته في ايدي. فاكر ولا ناسي؟ الحمد لله يا فندم المسمار طلع سليم. يعني السرعة؟ طبعا يا فندم السرعة مطلوبة. السرعة؟ اطمن حضرتك انت اسرع ما يمكن هيبقى القاتل عندك. نفسي. نفسك معانا طبعا. ايدك؟ ايدي على ايدك ونجيبه سوا. حموت ان شاء الله عدوينك. اشوف فيك يوم. تمام يا فندم. هتيجي؟ ما خلاص جت يا فندم. البصمات طلعت لقيت المحترف لسه خارج من السجن من حوالي 3 شهور. يعني البصمات مش بتاعت سعد الملحن؟ يعني كل النظريات العلمية والمعادلات الحسابية والاحتمالات الظنية طلعت أفكار وهمية؟ اتفضل يا فندم. أظن إنه قاتل محترف. مظبوط يا فندم، واسمه برحاب الجمل. وقع في إيد من لا يرحم. طمني يا حسام، الهدف في السوبر ماركت. انت فين يا باشا؟ الهدف في السوبر ماركت من 10 دقايق. انا وصلت اهو. ايه يا باشا اتاخرت كده ليه؟ مش مشكله، عايزك تصحصح لكل حركه. حاضر يا باشا. ولو تطلب الامر انك تضحي ضحي. اضحي؟ ما تقولش ايه هدتني مصر، قول هندي ايه لمصر. انت ليه بتقول كده يا باشا؟ هو في حاجه هتحصل ولا ايه؟ لحد دلوقتي لا، بس قلبي وكلني عليك يا حسام. يا رب جيب العوائب سليمه يا رب. سوري سوري، كنت فاكره برتقان. طن جبنا الصابولي بسرعة. فين الصابولي؟ فين؟ 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 رومي خلص. حاضر حاضر. يا فين رومي؟ يا فين رومي؟ أي حاجة. حسابي كام؟ حساب خالص يا باشا. يعني ايه خالص؟ خالص والله يا باشا. انت هتبشش عليا؟ انا ما باكلش حرام. خد خد الحساب وخلي الباقي عشانك. ايه
عصير. نعم. فخفخينا. اتنين كونياك. اتنين سبداك. ايه؟ زيه خلص. ما هو الاتنين اللي انا طلبتهم ليا انا وانت. ليه بمناسبة ايه؟ البلنتاين تعارف يعني. اسف مش عايز اتعرف على حد، دماغي مقلوبة النهاردة. وانت قطعت صباع الظابط ليه؟ ايه ده انت كنت هناك؟ من اول السوبر ماركت وكمان اتنين. قصدك دول؟ ايه ده؟ الصوابع دي كلها؟ عاد عندي لما بقتل ظابط احب احتفظ بصباع وتذكار. كل دول ظباط قتلتها؟ اه؟ بص كمان. ايه؟ شايف دول؟ شايف صوابع دي؟ ايه الصوابع التخينة دي؟ ها؟ تخينة بتاعت لواءات؟ ما شاء الله حلاوتك ودي شكر ولع. ايه دي؟ حشيش. اه؟ حشيش. شوف لك عيل يشرب معاك الحاجات دي. انا بتاع الكلام ده؟ ها؟ حشيش ايه؟ حشيش انا لما احب اشرب ده. يا حلاوتك انا كنت بدور على واحد زيك من زمان. ولعني خلينا كيف. ولع واضح انك مش شريب ديناميت. صحيح. محسوبك ابو رحاب مسجل خطر اكل. محسوبك شريف ابو دومه مسجل كاسيت. نعم. كاسيت بيقتل برضه. سيب صباعي. ساره كان نفسي اكمل المجموعه. بيتك يا شريف كل حته تروح تقعد فيها ساعه انا تتحفظ. بقول لك ايه، انا عايزك في عمليه معايا. حلو الكلام. قتل ولا اغتصاب ولا تحرش جنسي؟ لا قتل. ناخد 20,000 جنيه، 10 ليا و10 ليك. ايه لعب العيال؟ 20 و10. طب انا عندي عملية اسهل بكتير وب50,000. اقتل المزة دي. دي نور. انت تعرفها؟ انا لسه قاتل جوزها من مفيش. وخدت كام؟ ما خدتش حاجة. اصلا عملتها مجاملة. قتلت محبة. محبة؟ يبقى هي اللي خدت التمثال الذهبي اللي كان في الخزنة. تمثال؟ تمثال ايه اللي كان في الخزنة؟ تمثال 10 مليون جنيه اتاخد يوم ما جوزها اتقتل. 10 مليون جنيه؟ شفت يا معلم اتضحك عليك. خليتك انت تقتل جوزها ولهفت هي التمثال. بس مش هي اللي اتفقت معايا على قتل جوزها. يبقى اكيد سعد الملاحن هو اللي اتفق معاك. سعد مين يابا؟ انا ما اعرفش حد اسمه سعد. امال مين ابن النصابه اللي نصب عليك؟ فعلا انا اتنصب عليا، اتضحك عليا، قال ايه؟ القتيل كان مضايقه شويه. ايوه مضايق مين؟ قول لي على اسمي. سيبهولي انا هقطعهولك، انا هاخد صواب العشره. يا عالم يا هو ابو رحاب يتضرب على قفاه. قفاه يا عم؟ ده مش قفاه. امال ايه؟ ده خازوق. ايه؟ ومغري. الله يخرب بيتك يا شريف يا زفت، انت فين هتخنق؟ يا عم بقى قطعت قلبي. ليه؟ قول بقى مين اللي وزع كتير رافض. انت ايه حكايتك معايا يا خينا؟ وانت بقالك ساعة معلق على مين اللي وزك؟ انا ما عرفتش مين اللي وزك. تترفض هترفض. تترفض من ايه؟
مش شرطة. ايه؟ ما هو انا حمار الضابط اللي ماسك القضية. شفت؟ شفت انت سكرت ازاي وبتخرف؟ خرف في ايه؟ بقول لك ضابط. ضابط. ايه في ايه؟ اهو الكارنيه بتاعي اهو. في حاجة حصلت مش عارف. يا ابني الايه؟ ده انت مصيبة كارثة. رائد عملته ازاي؟ كان زي ده يسلكنا من اي مصيبة. يلوبك ثواب اعمل لي كارنيه بس يكون حقيق. ما شفتش اغبى من كده بصراحة. اكيد مش انت اللي قتلت رأفت رشدي خالص. عاد من جمعنا من غير محد انا اللي قتلت. طب فين البندقية اللي قتلته بيها؟ بندقية؟ البندقية الفص. فص؟ البندقية الارز. الكنش. ايوه البندقية العر. فين؟ الجبالة. ايه البندقية؟ هي صاحب بندقية. الله، هو انت بتمسكها كده ليه؟ هو انت متوضي؟ لا، ما عشان البصمات ما تروحش من عليها. ما ده الدليل. دليل على ايه؟ دليل انك انت اللي قتلت رأفت. وده عايزه دليل؟ بقول لك والشرف انا اللي قتلته. سلم نفسك يا الرحاب. الله، وانت لسه عايش؟ ارفع ايدك فوق. الله، جدع انت احول. ما الله قطع صباعك قاعد هناك اهو. صباعي ايه؟ ده حسام زميلي في الاداره. خليك معايا يا حسام. نور طلعت بريئه. نور طلعت بريئه. روح الحق يا شريف. ايه؟ الحق يا شريف. ايه؟ يا نهار ابيض، ده نط يا فندم. مين ابو رحاب ده يا شريف؟ ده قاتل محترف ومأجور يا فندم. اعترف بجريمته بدون اي ضغوط، وانا جبت اداه الجريمه، البندقيه اللي عليها بصماته. بمجرد ان احنا نطابق البصمات ديت بالبصمات اللي على شنطه التشيلو، يبقى وصلنا لدليل مهم. برافو يا شيخ، برافو. ثانيه واحده. ايوه مين؟ ايوه فندم، اطمن سعادتك، الحفله هتبقى على اكمل وجه يا فندم. دي سمعه بلدنا يا فندم. امال اطمن سعادتك، ما تقلقش، مع الف سلامه. ايه اللي سمعه بلدنا؟ لا، دي حفلة اختيار ملكة جمال الشرق الأوسط هتتعمل في مصر. والله؟ هي حاجة يشغلوا فيها الناس. خلينا في موضوعنا يا شريف. عندك حق يا فندم، أنا كل اللي فاضل لي إني أعرف مين المحرض، مين اللي وزى أبو رحاب يقتل رأفت علشان ياخد التمثال. أنا بدأت أحترم ذكائك يا شريف، المهم نقبض على أبو رحاب بأسرع وقت. إن شاء الله. وأخبار مرات القتيل إيه؟ أوعى تستبعدها من دائرة الشك. أنا مستبعدها فعلاً. أبو رحاب أكيد إن ملهاش أي يد في الجريمة. مفيش ضابط مباحث يصدق قاتل محترف. المستفيد من الجريمة هي الزوجة. أيوة فندم، بس مفيش بس. نور تتحط تحت المراقبة بشكل مستمر. حاضر يا فندم، أوامر سعادتك. إيه ده؟ لحظة يا فندم، خد هنا. تعال تعال تعال. ايه ده بقى؟ في عز النهار كده؟ بتعمل ايه بقى يا حلو؟ بحاول افتح العربيه ومفتاح معصلك. مفتاح ايه اللي معصلك؟ مفتاح العربيه. طب العربيه دي بتاعت مين؟ بتاعتي طبعا. ومفتاح اهو. معصلك؟ معصلك. خليك عندك. طب معصلك، امسك. فتحت اهي، كل حاجه بايديك، ما تجربش حاجه تاني. اتك على الله. شكرا يا سيدي. شكرا. ما شاء الله، طالع لابوه. الله يخليك. أنا التأكيد طالع لأمك. ربنا وصانا على الوالدين.
ايه؟ حطيتها تحت المراقبة. هي مين؟ البتاع ده بايظ ولا ايه؟ بصراحة براقبك انت. انا؟ ليه؟ انت لسه شاكك فيا؟ انا شك؟ ان شاء الله تشك في نظري. ده اللي هو اللي بيشك وانا مش عارفة لوك. انت عارفة طبعا الاوامر. تسمحي لي اكمل مراقبة؟ اه طبعا انا تحت امرك. انت تقدر تراقبني 24 ساعة في اليوم. لا 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 مش هنطول كده. تعالي ساعة ساعتين. الو؟ ايوه انا برهان بشري. بس ده مش صوت ابو رحاب. لا ده برهان. طب وانت عرفت تليفوني منين؟ انا اعرف اجيبك من تحت الارض. مش انت دلوقتي عند النور في الفندق وهي واقفه قدامك؟ ايه؟ هو في ايه يا شيف بيه؟ إيه؟ انت فين بالظبط؟ هقتلك وانت نايم في سريرك يا شريف. سريري؟ طب لو نمت في الحمام؟ لو نمت في الوزارة نفسها هقتلك يعني حد. الو الو القاتل بيقول انه هيقتلني الليله دي لو ما سبتش القضيه. طب ما تنام هنا الليله. يا سلام من قدامك من اول القضيه ما عزمتيش عليا بات غير الليله دي. هو انت مالكيش غير في الجثث بس؟ اهدى اهدى بس واشرب الليمون. اهدى ازاي؟ اهدى ازاي؟ اهدى ازاي؟ ده بيقول انه هيقتلني الليله دي. كويس قوي دي فرصه مش لازم اعديها. ايه؟ فرصه مش لازم تعديها؟ فرصه انه يقتلني الليله دي؟ يبقى حضرتك لسه شايل مني. افهمني يا اخي افهمني. انا اللي هقبض عليه. شوف انت هتنام مكاني وانا انام مكانك. انت تنام انا وانا. طب افرض يا فندم عرف ان انا نايم مكانك وجي قتلني فرشتك ما هينوبك الا وسخت المخده؟ مالكش دعوه بوسخت المخده. انا اخطط وانت تنفذ وبس. خلصت يا فندم؟ هو ده عين العقل. انت تنام مكاني وذنبك على جنبك وانا انام مكانك. خلاص خلاص تعال معايا. نفسي اعرف حضرتك ملبسني ليه كده. هو اكيد برئنا دلوقتي وعارف انك لابس صعيدي. ولما هو عارف لازمته ايه يعني؟ مش اسكت خالص. ده بيت حضرتك؟ مش اسكت خالص. ايه مش كده؟ تعتيلي. تعال تعال يلا ما تخافش. تعال هاجي فين؟ تعال معايا. هات ايدك. ايدي؟ ايوه. هنا في ايه؟ شش شش. ايه ده؟ دي أوضة نوم. اقلع. ايه؟ جايبني أوضة النوم وتقول لي اقلع ليه؟ هش وطي صوتك اخرس خالص لا يسخن. هم مين؟ مالكش دعوة. اقلع بسرعة. أهو اسمع بقى اللي هقول لك عليه. أيوه. أنت هتنام هنا مكاني. أه. وهتلبس البيجامة بتاعتي. ومهما يحصل مش عايز أي حد يحس إن أنا مش موجود. يعني انا انت وانت انا مهما يحصل. مهما يحصل؟ مهما يحصل. فهمت؟ فهمت. انا انت وانت انا مهما يحصل. المهم حضرتك ما تبقاش شايل مني. اسكت وطي صوتك. حاضر انا هروح دلوقتي انام مكانك. اه عشان لما يجي ابو رحاب يقتلني اقوم انا اقبض عليه. خلاص اتكل على الله. بس يا ريت حضرتك قبل ما تنام على المخده بتاعتي ابقى افرش فوطه اصلي بقرف يعني. ولو حصل وقتلته او قتلك يا ريت الموضوع ده يبقى بره الشقه اصلي بخاف. اسكت خالص. انت عارف بقى العفاريت. اه اكيد عفريته هيخوف. يا عم ما تزعلنيش خالص. اوعى تعمل نام.
نايم. ستي مش هنا. انت بتردش عليا ليه؟ خلع ضرسي. سلامة ضرسك، انا مش هخليك تحس بحاجة خالص. تعال. ابعتيها. عادل دودي، انا مش بتاعت الكلام ده، انا كنت طول عمري جامده. مش الكهرباء قطعت، هي بتيجي في الحتة المهمه بس. انت دماغك بتقول ايه؟ لا اصل خلع ضرسي ومتبنج. النهارده الفالنتين وهنتفلطن، يعني هنتفلطن. فلت ابن ال... انت وماله؟ يلا. ايه مالك؟ خلع درسي. ايه؟ متبنج. يلا انت. تمام يا فلت. يلا روح. حاضر. الحمد لله كويس انك جيت. ليه؟ هو كان حصل حاجه؟ كوابيس كوابيس. اخلص من كابوس الاقي كابوس اللي وراه دخل تحت اللحاف ولبت. طب يلا روح. يعني حضرتك مش شايل مني؟ لا. حد حاسس ان انت هنا؟ ابدا. اللي كان هنا امتى؟ صباح الخير. صباح القشطه يا باشا. انت كملك ليله امبارح يا باشا. ازاي؟ كنت حاجة تانية خالص غير كل يوم، زي ما تكون صغرت 20 سنة. يخرب بيتك يا باشا. ليلة امبارح؟ بس بقى ستي جاية. عاملين نسكافيه من عناية. صباح الخير. صباح الخير يا عزة. ممكن أعرف الجنان بتاع ليلة امبارح ده كان سببه إيه؟ جنان؟ جنان إيه؟ جنان إيه؟ هو البنج بيعمل كده برضه؟ بنج؟ بنج إيه؟ هو أنت مش قلت لي بالليل إنك خلع درسك؟ ما كان لازم يتخلع، اصله كان مجنني. لا، لو الخلع بيعمل كده اخلع كل يوم ان شاء الله. ان شاء الله. انت ما فطرتش؟ ما انا لازم اروح الشغل عشان اشوف ابن الجزمه ده عمل ايه امبارح. ابن الجزمه مين؟ دكتور السنان اللي خلع لي ضرسي بتاع البنج يا هانم. ما تعرفش الباشا عايز لي ليه؟ الباشا قالب عليك الدنيا من الصبح. اتفضل ادخل. ليه انت مش جاي معايا ولا ايه؟ لا اجي معاك فين؟ الباشا شكله عصبي جدا. اتفضل سعد. ادخل. صباح الخير يا فندم. ايه مالك؟ مش عارف الحقيقه، صاحي النهارده مدغدغ. ممكن اعرف ايه اللي حصل في الفيلا ليله امبارح بالظبط؟ ما حصلش حاجه يا فندم. تعليمات حضرتك اتنفذت بالحرف الواحد. مش حضرتك قلت لي انا انت وانت انا؟ حصل ولا لا؟ ايوه حصل. طيب. طيب ايه؟ هو حضرتك فاهم ان النومه في سرير حضرتك مريحه؟ اه طبعا مريحه، ومريحه جدا كمان. هو انا شفت طعم الراحه؟ ده الكابوس يطلع من هنا لا التاني دخل. يا ده انا ما عرفتش اخد نفسي من الكوابيس. ماشي. الليلة لو ما قبضتش على برحاب انا هرفدك من الشرطة نهائي. إلا صحيح يا باشا، هو ما عداش على بيتي امبارح خالص؟ امشي من قدامي دلوقتي. حاضر. يعني حضرتك مش شايل مني؟ بقول لك امشي. طيب. استنى، الكوابيس اللي شفتها امبارح دي تنساها خالص، كأنك ما شفتهاش نهائي، مفهوم؟ انساها؟ يا فندم دي صعبة تتنسي. بقولك انساها خالص. حاضر. هو الكابوس الاولاني ممكن، بس التاني التاني تشديد شديد قوي. ده كان في قلب بيكهرب كده. انت بتقول ايه؟
بقول نسيته يا فندم، نسيت امبارح من اساسه. امبارح ده كنسلته، دلدته. ادينا اشاره لجميع الموانئ والمطارات بعدم خروج ابو رحاب يا فندم. واظن ان ابو رحاب ما خرجش قبل الاشاره. ما خرجش يا فندم وجبت شهاده تحركات بكده. واظن ان البلد فيها 28 محافظه. تمام يا فندم. واظن ان المدير قال لي لازم تقبض على ابو رحاب والا هترفض نهائي. تمام يا فندم. واظن ان ابو رحاب عارف انه هيتقبض عليه، عشان كده هو مستخبي في مكان ما يخطرش على بالي في ال 28 محافظه. تمام يا فندم. طب اجيبه ازاي؟ اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ اتفضل يا فندي. التحريات بتقول ان ابو رحاب هيكون موجود في العنوان ده الساعة 3 بعد نص الليل. وانت عرفت منين المعلومات دي؟ وانت شغال لوحدك في القضية. 3 بعد نص الليل؟ مش متأخر كده؟ اظن انه ميعاد مناسب. ارفع ايدك فوق. انا مش ابو رحاب يا باشا، انا لص عويصه يا باشا. في حاجه يا باشا؟ ايه ده؟ وعرفت منين ان انا باشا؟ لبسك لبس باشا، وقفت باشا بصحيح، انت اكيد عبده باشا. انت راجل سوق. الله يخليك يا باشا. والله راجل محترم. الله يخليك يا باشا. وحضرتك كنت بتعمل ايه هنا؟ ابدا يا باشا، عندي عجز في العقده، قلت اكملها من هنا. يعني حرامي؟ ايوه. ايه ده؟ حرامي؟ وعرفت منين يا باشا؟ لبسك لبس حرامي. آه. مشيتك مشيت حرامي، وشكلك شكل حرامي، يعني اكيد حرامي. ده انت خيلني من الصبح سايب الدنيا كلها وجاي تسرق هنا ودلوقتي. امال اسرق فين يا باشا؟ اطلع يا شارع عبد العزيز. ماشي يا باشا. اجري يلا. اجري يلا. بقول لك اجري مش تنط. اجري العده يا باشا. خد يلا. حقيقي برافو حمد بيه. انت هنا؟ امال كده بعد قتلك ابو رحاب القضيه قفلت صح؟ لا انا ما قتلتوش، ده انا كنت بضرب كده وهو وقع كده. ما هو عشان كده هيكون ليك مستقبل كبير في الاداره عندنا. لا ازاي؟ انا متاكد، انا كنت بضرب في ايه؟ في ايه؟ برافو هايل يا شريف، انت مكسب للاداره. الله يخليك يا فندم. ايه ده يا شريف ده؟ اصلي خلع درسي. طب يلا يا بطل يلا عشان تقفل المحضر والحق يروح النيابه. تمام يا فندم، تم القبض على نور وهي دلوقتي في الحجز. نور؟ نور لا، ابو رحاب اكد لي ان نور ملهاش اي علاقه بجريمه القتل. طيب ايه رايك بقى ان ابو رحاب قال لي ان نور هي اللي اتفقت معاه؟ ها يا حضره الضابط، القضيه اتقفلت عندنا خلاص، اللي جاي شغل النيابه. ايوه بس صدقني نور ملهاش اي. وبعدين معاك ما بقاش قلبك خفيف. الله، هنبقى نتصرف معاها بعدين. انت فين يا شريف بقالي يومين ما شفتكش؟ كان عندي درس وارم بس الحمد لله دلوقتي. شريف صدقني انا بريئه، انا ماليش اي علاقه بقتل رأفت جوزي. ساعدني يا شريف، انا حاسه ان انا هضيع. للاسف الكلام دلوقتي ملوش فايده، القضيه بقت في ايد النيابه. اركب اركب. شايف الكبابجي ده؟ ايوه يا باشا. ادخل قول له شريف بن نمس ضابط المباحث عايز 3 كيلو كباب وشويه سلطات حلوين ويزود في الطحينه. حاضر يا باشا. يلا. ايه ده يا باشا؟
ايه 5 جنيه؟ ابقى هات بالباقي كفته. يلا حاضر. يلا ايه لازمه الدموع ديت؟ صدقني انا بريئه، انا يمكن اكون غلطت كتير قوي في حياتي، واكبر غلطه ان انا اتجوزت رأفت، بس ان اقتله مستحيل، انا ما قتلتوش. اوعى تكوني بتضحكي عليا. والله ما بضحك عليك. ايه ده انت بتعمل ايه؟ مش هستنى السواق؟ هنهرب. نهرب؟ على فين؟ الله الله، ده الجو حلو قوي. المكان ده تحفه تحفه بجد. ايه مالك؟ انا لغايه النهارده الصبح كنت ظابط، دلوقتي هربان. انا اسفه يا شريف، مش عارف عملت كده ازاي. ازاي عقلي يتوقف فجاه وامشي ورا قلبي كده؟ تمشي ورا قلبك؟ اه باين عليا حبيتك ولا ايه؟ وهخرب بيتي بايديا. انا عارف نفسي، انا ضعيف جدا قدام النسوان. انا مش عايزه اسبب لك اي مشاكل يا شريف، انا خلاص هسلم نفسي للبوليس. سلمي نفسك لمين ياما؟ للبوليس. وانا ايه، جراب موبايل؟ لا مش قصدي، بس انا قصدي يعني ان انا قصدك ولا مش قصدك؟ هتسلمي نفسك يبقى تسلمي نفسك ليه؟ تعالي تعالي بس بس تعالي تعالي. هترى تليفونك في ايه يا ابو رحاب؟ نمتي؟ خشي نامي جوه. اوكي. لا انت لو نمتي دلوقتي مش هتعرفي تنامي بالليل. اه فعلا. نامي دلوقتي طبعا. اوكي. طبعا تعالي. يلا استني بس الشنطه. ماشي. طب وحاجتي؟ وحاجتك. التمثال ما طلعش اثار. مش ده التمثال اللي اتكسر منه؟ ده رجع لي تمثال سليم. في تحريات بتقول ان ابو حرب هيكون موجود في العنوان ده الساعه 3 بعد نص الليل. واخبار مرات القتيل ايه؟ اوعى تستبعدها من دايره الشك. صدقني انا بريئه يا شريف. طيب ايه رايك بقى ان ابو حرب هو اللي قال لي ان نور هي اللي متفقه معاه؟ ما قتلتش ابو حرب. ده اللي كنت بضرب كده وهو وقع من هنا. بس ده مش صوت ابو الحاج. وانت شايل لوحدك في القضيه. ايوه يا فندم، بس مفيش بس، القضيه اتقفلت خلاص، اللي جاي شغل النيابه. مش من مسدسك. ايوه سيادة اللواء. انت فين يا شريف؟ في الدنيا يا باشا. انت عارف ان كده يا شريف ممكن تعرض نفسك للمحاكمة؟ انا بصراحة كده المزة حلوة وتلزمني ومستخسرها في الحبس. انا هديك فرصة لبكرة، ان مرجعتش ومعاك المتهم انا هقدمك للمحاكمة.
وزاره الداخليه؟ كده يا شريف تسيبني مربوطه بالبتاعه طول الليل؟ معلش غصب عني، قومي بقى لان القضيه دخلت في الجد. يعني ايه مش فاهمه؟ مش معقوله اموره حتى وانت صاحيه من النوم. لعلمك الشيطان كان قاعد بيوزني عليك الليل كله. قومي لا اسمع كلامه يلا. طب حكيني. ما عندكش شريط عمرو دياب ولا اليسا الاخيره او حاجه؟ في حد بيتكلم يا باشا. الفلوس اتحطت في رقم الحساب اللي حضرتك اديته لي وكله تمام. وانا عندي واحد البضاعه هتتسلم بكره في الحفله وهتخرج بالبلد بالطريقه اللي اتفقنا عليها. وهو كذلك بنتقابل بكره في الحفله. حفله ايه دي؟ سيدات وسادة الحضور مشاهدينا الاعزاء، دخلنا ممنوع من هنا يا فندم. الراجل شريف النمس مباحث جنائيه. وسع يا ابني انت اتجننت، ده شريف بن نمس. تمام سعادتك يا فندم، اتفضل سعادتك. اتفضل سعادتك. حلوه شريف بن نمس دي، خليك معايا كده. ايه الاخبار يا حسام؟ كله تمام سعادتك، لينا عيون في كل حته يعني مش عايز سعادتك تقلق خالص. سيادة اللواء وحامد بيه موجودين. ايوه يا فندم. مين الست اللي جنب سيادة اللواء؟ دي مراته يا فندم. يا جدع مش هي التانية؟ انا عارفها، شفتها في الفيلا اللي كان مأجرها. ما هو اللي سعادتك شفتها معاه في الفيلا دي كانت لزوم الشقاوة يا فندم. يا راجل. ايوه يا فندم. هي بصراحة كانت شقية. اه؟ جهودك كانت بتنور في حتت غريبة. ازاي يا فندم؟ مش عارف، لقيتها فجأة بتقول أنا مش بتاعتي التلامذة، أنا طول عمري جامدة. معقول يا فندم؟ حسام مش وقته، خلينا في شغلنا. حاضر يا فندم. حاضر. يا نور فين العصابة؟ مش عارف، يا هنا يا هنا، هيبان دلوقتي. طب البضاعة فين؟ بضاعة ايه؟ هي مخدرات، دي آثار، آثار يا ناس. طب سيادتك ناوي تعمل ايه يا فندم؟ أنا نفسي نور تظهر قدام الكل. أظهر قدام الكل ازاي يعني؟ مش عارف ازاي، بس أنت لو ظهرت والعصابة شافتك أكيد هيتصرفوا تصرفات غير محسوبة وهيغلطوا في اللحظة دي. أمسك أنا طرف الخيط. جاي هنا عشان تمسك طرف الخيط؟ ايوه. شوفي يا استاذه، حضرتك هتقفي هنا وعلى في خروج ملكات الجمال، تروحي انت داخله على طول تغني. يلا يلا جهزي، هم الملكات طالعين اهم. يا حسام. ايوه فندم. المطربه اللي هنا عطلها لي باي طريقه. يلا حاضر يا فندم. حسام عاشور مباحث جنائيه. تحت امرك. ممكن لو سمحت كلمتين على انفراد؟ مش هينفع دلوقتي، انا عندي مسرح. بقول لك مباحث، تقولي لي مسرح. اتفضلي يا فندم، اتفضلي. وقبل المرحلة الأخيرة من المسابقة هنقضي مع بعض فاصل غنائي مع المطربة الجميلة رضوى. لو سمحت تعال ترمي. شكرا شكرا. نور غني دلوقتي. غني ايه؟ غني أي حاجة. لا أنا مش جاهزة، مش هغني. مش مهم تبقي جاهزة، اتصرفي. أنت مش هتجيبها بره خالص يعني. اتصرفي. هغني الهربانة. هي بالظبط يا فندم. طب ومستني ايه؟ ما تقوم تقبض عليها ومن غير ما حد يحس، ما تعملش اي شوشره، لاحظ ان الحفل مذاع على الهوا. حالا هعمل كده. ولو شفت بالمره شريف النمس اقبض عليه. تحت امرك يا فندم. شكلنا بجد هنتضرب، ولا
عندك اوعى تتحرك. في ايه؟ في ايه؟ دي عمرها ما حصلت في تاريخ الوزارة تاخد المتهمة وتهرب بيها من المديرية. اديني سبب واحد يخليك تعمل كده. يا فندم بريئة وملهاش علاقة بالجريمة. امال مين اللي له علاقة يا جهبذ؟ انا مسكت طرف الخيط. سيادة المحافظ منتظرك عشان تسليم الجوائز. اتحفظوا عليه لغاية ما اجي. ودلوقتي جت لحظة اختيار ملكة جمال الشرق الأوسط. من امتى بيدوا ملكات الجمال تماثيل لما بيفوزوا؟ هم اللي بياخدوا ايه؟ يعني هو تاج وبس. التمثال ده شفته قبل كده؟ شفته فيه دلوقتي. انا بعمل ايه؟ طب سيب التمثال. مش هسيب التمثال. سيب التمثال. مش هسيب التمثال. سيب التمثال. مش هسيبه. دلوقتي بس عرفت يعني ايه البضاعة هيتم تسليمها بشكل رسمي وازاي هتخرج من البلد من غير ما حد يشك. ايه اللي بيحصل ده؟ يؤسفني ان اقول لك يا سيادة المحافظ ان اللي ورا الجريمة هو سيادة اللواء. يعني حميها حراميها. انت كذاب كذاب. الكلام ده ما حصلش. حصل. ايه دليلك؟ امسك الدليل في ايدك اهو. ده غير المكالمات اللي مغير فيها صوتك. ده مش دليل. لا دليل. نمر تليفونك كانت على موبايل ابو رحاب. برضه مش دليل. حد فاهم حاجه؟ الولد ده كذاب يا سياده المحافظ. نيمتني في سريرك عشان ابو رحاب كان عايز يقتلك انت مش يقتلني انا في الفيلا عند عشيتك. عشيته؟ ايوه يا هانم عشيته بتنور. ده كلام فارغ. ده غير المعلومات الغلط اللي كنت عايز توهني بيها. مش كده ولا ايه يا حامد بيه؟ فعلا كل المعلومات كنت باخدها منه. اه والله ده انا هوديك في داهيه. انا هرشطب اسمك من السجلات. الانكار مش هيفيدك. طب فك الكلبشات. المفتاح مش معايا. امال مع مين؟ المفتاح معايا انا يا سياده اللواء. سياده الوزير. الوزير عارف ثابت وين كلام كل الناس؟ الكلام ده مش صحيح يا معالي الوزير. احنا مربينك من زمان يا سياده اللواء. قض عليك. دي نور؟ ايوه يا فندم المتهمه البريئه. مبروك يا نور. ميرسي. مبروك عليك الترقيه الجديده يا سياده المقدم. مقدم؟ انا بقيت مقدم؟ شكرا يا فندم. بقيت مقدم؟ بيت مقدم. اتنرفز